تعالي نشوف مع بعض تقرير احنا عملناه في يحكى أن عن اكتر البلاد اللي الناس تحب تروح تشوفها او الناس تحب تروح تزورها. تعالي نشوف مع بعض كده الناس بينا. قالت ايه. نشوف مع بعض ايه اكتر الاماكن اللي ممكن تكون الناس بتحب تزورها او تحب تشوفها ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. انا سافرت دولة الكويت في الخليج وقعدت فيها سنة، فكانت تجربة حلوة يعني. محافظات رحت الغربية والشرقية والمنوفية، رحت محافظات كتير. لا سافرت داخل مصر محافظات كتير وكده. أنا سافرت ليبيا والسعودية، سافرت الغردقة وشرم وسوهاج وأسيوط، سافرت وأسوان والأقصر، كانت رحلة كويسة. سافرت إنا، كنت رحت معبد دندرة تقريبا، رحت العلمين ورحت شرم الشيخ. سافرت بره، سافرت السعودية. للسفر دايما 7 فوائد، فلازم الواحد بياخد فكرة عن الدول برا والتقدم والكلام ده كله. السفر دوت يعني عبارة عن ايه؟ تغيير جو مش اكتر، وتعرف على ناس اكتر كتير برضو، ولو في برضو حاجة حلوة برضو نتعرف عليها. بخرج من برا القاهرة من الزحمة وكده، بتلاقي جو تاني، جو مختلف وناس مختلفين، ويعني حياة غير الحياة اللي جوه القاهرة. طبعا اكتشاف عالم جديد وثقافات مختلفة بتزيد وعي الإنسان. السفر طبعا ليه 7 فوائد. هو أول حاجة إن أنت بتعرف عن ناس جديدة، بتغير جو، بتكتشف معلومات جديدة، بتشوف أماكن ومعالم سياحية في بلدك، بتشوف أماكن ما بتروحها ما كنتش رحتها قبل كده. الفايدة من السفر إنه بيخليك تريلاكس خالص وتنسى كل الضغوط اللي عليك، وبرضه اكسبيرينس بيساعدك انك يعني تكتسب خبرات وتتعامل مع الناس التانية. والله الفايدة في السفر ان انت بتشوف حضارات تانية مختلفة، سلوكيات تانية مختلفة، بتعرف تتعامل مع ناس تانية بشكل مختلف غير هنا في مصر. انا بحب اسافر ايطاليا، نفسي فيها يعني. انا نفسي اسافر لبنان، نفسي اسافر اليونان وايطاليا، يعني اعتقد دول اكتر دول نفسي اسافرهم. اكتر بلد انجلترا. نفسي اروح اسوان واشوف معالمها. اكتر بلد نفسي اسافر فيها، نفسي اسافر انجلترا. انا نفسي اسافر السعوديه عشان اروح اعمل عمره وصفي نيتي كده قدام ربنا. السعوديه برضو باذن الله، نفسي بقى حجه كبيره ان شاء الله.